مثلا عبد الله بن سلام وهب بن منبه، كل دول عملوا ايه؟ عبد الله بن سلام لما حب يشرب بقى والقران كده قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. راح لرسول الله قال له انا اختمر الاسلام في نفسي، شوف بقى، ولكن ان انا اعلمت اسلامي فاليهود قوم بهت هيقعدوا بقى يجيبوا فيها الايه؟ العبر. فانا على ديني قدامهم اهو، اسالهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وصفته ونعته مش عارف لل. فقال يا رسول الله اما وقد قالوا ما قالوا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قالوا ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. فقال له يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بط؟ اهو الله بيقول ايه؟ امننتم او لا تؤمنوا؟ ليه؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اي القران يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. احنا مكتفين بهذا. ودول قوم كانوا صادقين مع انفسهم وصادقون مع انبيائهم وصادقون مع الكتب التي تلقوها، لانهم حينما راوا نعت رسول الله ورأت التبشير به ده هم جاءوا المدينة، لانهم لما اضطهدوا جم المدينة لان عندهم ان سيظهر نبي في هذا المكان. وبعد ذلك كانوا يقولون لكفار مكة أظل زمان نبي نتبعه قبلكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفر، إلا أن الله أبقى للحق خليل خلية وخميرة. فساعة ما يسمعوا كده على طول أمنوا بمين؟ قال شوف بقى لما يسمعوا القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله أي علم أهل الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخر معناها أنها عملية غير إرادية، ساعة ما يسمع القرآن مش يسجد، لا يخر. شوف كلمة يخر دي معناها إيه؟ إنها مسألة إيه؟ مسألة انفعالية ملوش فيها إيه؟ ملوش فيها تصرف كده على طول. ليه؟ أم قال لك لاختمار اليقين به في نفوسهم. فساعة ما سمعوه يخرون، ويخرون ما قالش سجدا وبس، قال يخرون للأذقان. والأذقان دي جمع ذقن، والذقن دي احنا عندنا فكين، فك ثابت أعلى والفك المتحرك ده أسفله ده اسمه إيه؟ الذقن. قال لك ساعة ما يخرهم ما يجوش على جبهتهم بس كده، لا الجبهة والأنف ده دليل على تمكن الإيه؟ ولذلك مش يقول لك نقر غراب سجود يعني بكل الوجه، ويخرون ايه؟ للاذقان سجدا وهم ساجدين يقولوا ايه؟ سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، لان الله وعد في التوراة ان يأتي رسول ومعه كتاب وكذا وكذا. فهم بيقولوا ايه؟ سبحان الله ان الوعد اللي قالوا لنا في الكتاب تحقق واحنا ادركنا هذا الايه وامنا به. سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لايه لمفعولا. ومش بس كده بقى، ويخرون للأذقان يبكون. ليه؟ ام قال لك ده الاول السجود الاول انهم ادركوا القرآن اللي نزل على محمد ووعد ربنا تحقق وهم امنوا بالوعد. انما التاني لما يسمعوا بقى القرآن كده تفصيل يبقى له انفعال اخر، ويخرون للأذقان. ولذلك ايه يزودها، قال ايه؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كل ما تيجي آية يزيدهم إيه؟ يزيدهم إيه؟ خشوعا. انظر إلى ما حدث لبني قينقاع ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النضير ولما حدث ليهود خيبر. هل ضروا إلا أذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، إذا أنت حاربتنا ستعلم من الرجال. ها؟
كلام كلام هجس لسان. وبعدين ايه اللي حصل؟ شوف اهم بنوا ايه؟ قينقاع وبنوا النضير وبنوا قريظة كده ويهود ايه؟ ويهود خيبر. ايه اللي حدث لهم؟ لن يضروكم الا ايه؟ الا اذى. وبعد ذلك قال فان ارادوا ان يرتفعوا عن الاذى الى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا. فلن ايه؟ ايه يا اخوة؟ قال ايه؟ يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ان ارادوا ان يصعدوها عن الاذى شوية يعملوا ايه؟ يولوكم الادبار، يعني ينهزموا قدامكم ثم لا ينصرون. ان السطحية في الفهم كانت تتطلب ثم لا ينصرون لانه معطوف على جواب الشرع. قلنا لم اذا تأملنا العبارة وجدنا ان المعنى السطحي هو الذي يتطلب ذلك، ولكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق سبحانه الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لا بد أن يقول ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقف، يعني وجد في أي مكان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقف إلا في حالة وجود عهد من الله أن يأمنوا أو عهد من ناس أقوياء أن يحموهم. فلما كانوا في عهد الله أولا وعهد رسوله، ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاهم العهد كانوا آمنين. فلما خانوا العهد ولم يوفوا به ماذا حدث؟ إذن كانوا في حبل الله آمنين، لما خانوا هم العهد انقطع حبل الله إيه؟ عنه. فأهيجوا الإهاجة اللي قلناه اللي حصل لبني قينقاع ولإيه ولبني النضير ولبني قريظة وليهود خيبر. إذن قبل كده كانوا في عهد مع مين؟ أنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد وابتدى يعمل الإيه؟ العهد بينه وبين اليهود، فأعطاهم العهد فكانوا آمنين ولا لا؟ ومطمئنين ولا لا؟ وبعدين لما خانوا العهد ماذا حدث؟ ضربت عليهم الايه؟ الذله. واطلعوا من هنا واخرجوا ونسب ذراريكم ونعمل انتهت المسألة. ضربت عليهم الذله أينما ايه؟ فقد إلا بحبل من الله يعطي الحبل من الله من له الولاية عن الله. فالرسول في عهده والقائمون على أمر الإسلام في عهودهم، بس تكون مسائل إسلامية وحبل من الناس. قال لك إذن ما لهمش أبدا عزة ذاتية لأنهم يكونوا في ذلة، إلا أن تكون العزة لهم من جانب عهد وحبل من الله أو من جانب حماية من الناس. واحنا بنشوفهم كده ولا لا؟ لازم عايشين في حضن حد كده ولا لا؟ لو كانوا مش عايشين في حضن حد، ولذلك احنا لما جينا في يوم حرب اكتوبر لما دخلت امريكا بقى بثقالها ايه، مش الرئيس، الرئيس الدولة قال انا ماليش جلد على انني احارب امريكا. اذا لو كان تركنا لنا ولهم كانت انتهت ولا ما انتهتش؟ اذا هم ملهمش عزة ذاتية ابدا، ملهمش ايه؟ عزة ذاتية. يبقى امتى يكون لهم عزة؟ اذا كانوا في جنب حبل من الله او حبل من الايه؟ او حبل من الناس. وباءوا بغضب من الله. ارأيتم غضبا اكبر من انه قطعهم في الارض؟ اقرأوا قول الله وقطعناهم في الايه؟ المكان الوحيد الذي آواهم للجزيرة العربية في يسر، وقعدوا وبقت لهم سيادة علمية لأنهم أهل كتاب، وبقت لهم سيادة اقتصادية، وبقت لهم سيادة حربية، وبقى لهم كل حاجة. المكان الذي أوام بعد أن شكتوا في الأرض هم المكان اللي تمردوا عليه، والسبب الذي من أجله جاءوا إلى هذا المكان
هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، من ان هيظهر هنا نبي ولازم تتبعوه، زي الميثاق اللي اخذ على الايه على النبيين، وقلنا لازم يبلغوه لايه، وان اخذ الله ميثاق الايه لما اتيتكم من كتاب الايه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا ايه ولا تنكم، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ده هم ما جوش الى هذا المكان الا على امل انهم ايه يتلقفون النبي المنتظر ليؤمنوا به، وبعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الايه المسكنة. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، وكلمة بعض ما يوحى اليك اكن بيقول انت مش هتترك الكل، يبقى الشيء اللي ايه اللي ينرفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب ايه السبب ليه؟ قال لك ما هم بيتعنتوا اياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. انت بتقول انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر انا بشر، فكان المفروض فيه ان تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما اقررت على نفسك. انت ما قلتش انك اله علشان يقعدوا يطلبوا منك ايات ويقول لك هاتها وهاتها، انت قلت. فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لهم شيء، لان البلاغ ده هو الحج على مين؟ هو الحج عليه. وإياك أن يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لأنك لو ضاق صدرك بهذا أنقصت البلاغ الذي كل ما بلغوا بآية وبعدين يكذبوا بقى ربنا يزيد عليهم إيه؟ يزيد عليهم إيه؟ عقوبة. زي ما كذبنا الأول هنكذب الثاني. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ردهم عن هذا بقوله إنما أنت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول، علشان بيلقنوا مين؟ بيلقنوا الحجة اللي يرد بقى عليهم ويقولهم أنا نذير وأنا بشير، أنا ما قلت لكمش أنني أخذه، إنما الآيات عند الله، وما يشركوا أنها إذا جاءت هذه الآيات لا يؤمنون بره. طب ما غيركم اقترح آيات، ولما اقترحوا الآيات وجاءت الآيات هل آمنوا ولا ظلوا على تكذيبه؟ إذن العناد ملوش آيات ولا أي حاجة، ما هم كذب بها الأولون. إذن الآيات مش إيه؟ إنما أنت نذير، إنما أنت نذير لأن الكلام معه، إنما هو بشير أيضا. والله على كل شيء وكيل. وكيل يعني لما تيجي أنت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف معه، ما دام وكلته انت وكلته للبيع والشراء والشراء والهبه والنقل كده خلاص، ما يمكنش ترد تصرفه السابق عن الغاء الوكاله. الغي الوكاله، الغي، انما ما دامت الوكاله باقيه يبقى تصرفه نافذ ولا لا؟ ووكاله الله على الخلق باقيه وان ابوا ام يقولون افتراه. لون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله والإيمان به، قالوا عن القرآن افتراه، والافتراء الكذب المتعمد. فالرد في منتهى البساطة، أنتم أهل فصاحة وبلاغة، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افتراه، ما دمتم عرفتم انه افتراه فافتروا زيه، هاتوا حاجه زيه تبقى سهله بقى ما دام عرفت انه افترى. والافتراء اسهل عليكم. ليه؟ لانه لم يعتد وهو معكم من صغره أن يكون له أسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا أي ولا له علاقة بالمسألة دي، وأنتم أهل بصر ورياضة ومزاولة، وأشعاركم بتعلق على أستار الكعبة، وسقع كاس بتيجي فيه القبائل، وهو لا اشترك لفيدي. فإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء بهذا الكلام،
فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيبوا، فإن كان قد افترى فإيه افتروا انتم. والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة. معنى معارضة، واحد يقول شعر، واحد يجي تاني يقول ايه شعر احسن منه او زيه، ويقعدوا يحكمهم، وفي حكم ويقول لك ده احسن وده اساء وده الله. فبدلت اهل الرياضة في هذه المسألة وهو لم يرفض. ولذلك ربنا بيقول له، لهم قل للأغبياء دول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب أنا كنت عايش في وسطكم، هل أشر عني أنني خطبت؟ أشر عني أنني قلت شعر؟ هل أشر عني أنني رحت عكاظ؟ هل أشر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنة؟ مش حاجة من دي خالص. يبقوا اللي راحوا أقدروا على الافتراء مني، يبقى أن كنت افتريت يبقى أنتم إيه افتروا. ألم يوجد مثل امرؤ القيس شاعر فحت وكان له نظير بعرضه تملي وينقضه وهو يقول أصلا وده يقول إيه العلقمة الفحت. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه ينقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حليزة اليشكري مثلا. يجي مثلا الجرير والفرزدة. إذن المسألة دي عندكم، فهاتوا انتم عارفين وبتنقضوا وبتقولوا شعراتكم. يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراء. انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا. اذا لم تفتروا يبقى معناه ايه؟ ان ما هوش افتراء. ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. برضو افتروهم انتم الاخرين مفترى بعشر سور مثله. بس لان بعشر صور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع، يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه في الاسر في البيان في الفصاحه في القوه. وعشر صور بتحدد اهي، احنا قلنا انه تحدى بالقران كله مره ما قدروش، ثم تحدى بعشر صور، ثم تحدى بايه بسوره، وبعدين تحدى مش بسوره بحديث، فاتوا بحديث مثل. شوف تنزل ايه، تحد بالقرآن كله، تحد بعشر سور، تحد بسورة، تحد ايه ايه بحديث، بل يأتوا بحديث بس مش عايزين سورة ولا حديث بس. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه الخاص، لان ان كان تحدى بالكل ما غدروش، ما نعوش نتحدى بالكل بقى، لا عايزين نعمل ايه، يبقى ترك في التحدي بتقليل في المتحدى به. وادعوا من استطعتم، هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغة وكل البلغاء وعدهم عشان يجتمعوا، هو فرد وجابوا بقال ده من عند الله، وانتم اهل رياضة فيها واهل خبرة، ومش انتم لوحدكم بقى، ادعوا من ايه من استطعتم. وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك رب احنا هندعو الله انه يقول، قال لهم لا بس غير ربنا، يعني هو ربنا اللي يقدر بس، فجنبوا ربنا لا ايه، وادعوا من استطعتم من ايه من دون الله، او من استطعتم من الشركاء دون الله فان لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمين اولا؟ اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، مش كده ولا لا الكلام اهو، فإن لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده، اعلموا انتوا وتيقنوا بقى انه ايه انه ده جاي من عند الله، ويبقى بشهادة مين؟ بشهادة الخاص. ده الكلام ده ان كان فإن لم يستجيبوا لك. طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم؟ أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاغ، وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه، يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا يبقى للكل، لكل مين؟ فإن لم يستجيبوا لكم. ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أو فإن لم يستجيب لكم، يبقى الخطاب توجه إلى مين؟ الخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن،
فقال إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتوا دعتوها يبقى انتوا اللي تعلموا. إنما ذيك كان الأول من اللي يعلم المؤمنين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. صحيح أنزل بعلم الله، طب ما يمكن في إله تاني وينزل برضو ينزل حاجة تاني، ولا ده أنزل بعلم الله في دائرة أن لا إله إلا هو فأنزل عليه الذكر من بينها. ده نقلة تانية بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع، نقلوها نقلة تانية. مش معنى طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام، ده النبوة رحمة، أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة، عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد، ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين أنتم تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم من الصفاء، الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جت المبدأ اتلغى بتاع بشر ومش بشر وكذا، ما دام المبدأ اتلغى نروح للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. يا سلام، قال له ما تزعلش، المسألة هم لا يكذبونك، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنت كذاب وساحر ما تزعلش، شوف الحق جايبها في ناحيته، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت كويس عندهم، ده أنت صادق وأمين ومش عارف إيه، ده المسألة ما إيه متعلقة بيها. فحملها عنه ربه. أنزل عليه الذكر من بينه بل هم في شك من ذكري من القرآن بل لما يذوق عذاب. أيظلون على كذا من النجاة؟ قال لك لا، لما يذوق تقول لم يأتي وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن نجاش إنما حييجي. لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العظيم. النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن، فولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه، ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية، هم اللي عايزين هم يختمون رحمة ربك، ده الرحمة دي بتاعتك وعندك، ولا هم مالكين مفاتيح؟ طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس، يدوهم بعض الرمضات كده اللي احنا تكشيفات يعني، ده بقول ما انا ما اديتش واحد ولي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي، عنده مفاتيح الغيب، ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح دي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، بقى ليه بقى هو عزيز وغالب لا يغلب على أمر، هيأخذوا منه خزائن رحمته، ده يهبها من يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، إن كان لهم ملك السماوات والأرض بقى يلا يرتقوا في الأسباب بقى ويطلعوا السماء والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما انتوا تسمعوا كلمة رب عجلة انتهى بريسة، مش كده يعني كلمة رب دي بتنشأ ايه للتقليل والشيء النادر، يعني ربما يحصل كذا، يعني ما انتش متأكد مش كده، ربما ايه يحصل كذا، ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي بتدخل على المفرد، رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك
تديك من الأخوة، من الحنان، من العطف، من المعونة، من كذا، هي أكثر مما يعطيك الإيه. تبقى رب الأصل فيها أنها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير، قال لك وما الذي يحدد أنها للتقليل؟ ودي أدل قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول ربما ينجح الكسور تبقى دي لإيه؟ دي للتقليل. إنما ربما ينجح الذكي كتير ما ينجح. الله تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء وهي نقيضة ليه؟ إيقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم، إيقاظ للعقل عشان يتنبه من إيه؟ للقرائن في الإيه؟ في الحكم. هنا رب مش رب بس، جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد، ما جت هنا وبعدها فعل، قال لك ما تعمل ما مصدرية، يعجبني ما تفعل مثلا. يعني ايه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك. يبقى اذا ما والفعل اللي يتأوله في ايه؟ هات بقى شيل ما ويود تبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا، وتنتهي المسألة ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايدة، احسن عيب قوي انك تقول حركة القرآن زائد. زائد يعني ملوش لازم، يعني كان الكلام يصح بدينه، الكلام ده تقوله في كلامك، انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا. ربما يود الذين، يود يعني يحب ويميل ويتمنى، كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنوا، انما هل دي تتأتى؟ نقول له عاد نشوفهم هيودوا امتى. طب ايه اشمعنى اللي كفروا هيتمنوا انهم يكونوا مسلمين؟ لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمقاييس الحقيقية، مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع. لما جم في بدر وانتصر المسلمين، قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغنائم دي وهيصنا. هذه لا في الدنيا. طب هناك في القرآن خليها للموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو ده وقت رجعت، بل ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند إيه؟ أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار يعملوا إيه؟ يقولوا ربنا إيه؟ رجعنا علشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين. أهدي قال ربما سيأتي وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين. متى يكون هذا الوقت؟ إذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم. فاض والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقاق. نعم. فاض والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، والعزة التعالي والاستكبار، وفاهمين انهم يغلبهم ده ملهاش رصيد. نعم. بل الذين كفروا في عزة، اي عزة آسمة كاذبة، وشقاء اي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما اتعظوا من سوابق الامم وعرفوا لهم. ولذلك بيقول لهم احنا ما بنقولكوش تاريخ، يعني من خبركم بس كده، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل انتم شايفينهم. روح مثلا ثمود وصالح بتشوفوه. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. شوف بقى قال من قبلهم، هنا احتياط جميل، لان بعد سيدنا رسول الله ما جه ما فيش هلاك بالجمله زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لا يعني لا إيه، لا مفر
ولا مغيث ولا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول منا؟ مال كنتوا عايزين ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يبقى اذا الرسول لابد ان يكون من جنس مين؟ ليه؟ لان الرسول حامل منهج يحققه واسوه سلوك يطبقه. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء عجاب. عجب عجبا، انما جاب لنا كلمه ثانيه خالص بعيد عنه. ان هذا لشيء ايه؟ مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي البنيه تدي فيها مبالغه، الاصل موجود انما في زياده. تقول فلان طويل، فاذا كان طول مبالغ مش تقول فلان طوال. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبار، ومكروا مكرا ايه كبير، قال لك كبار يعني اكبر من كبير شويه. اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه، شويه يبقى شويه، كتير يبقى ايه؟ يبقى كتير. اجعل الالهه الها واحدا؟ الالهه اللي هم ايه؟ اللي بيعبدوهم. ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكه، يبقى الهه. ايه الشبهه دي جت ليه؟ الشبهه دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه، قال لك ما يقدر عليها واحد؟ مش ممكن. ده لازم نقول ناس كتير قوي يا دول بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه؟ ده في الهه متعدده، ما حد يقدر يعمل ليه لوحده؟ يبقى نقول له سبحان بقى تيجي هنا بقى. سبحان تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحده. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه، الهه يعني معبوده. نقول له انتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الصنعه تؤدي الى تعدد الصانع. ده عظمه الصنعه جايه من انه صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعتهم. ادي واحده. ثانيا ان كنتم لما قلتم اجعل الالهه الها واحدا، طب الهه يعني ايه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في اوامره ونواهيه. فقولوا لي ما اوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي اعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ ما فيش. ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ إذا كلمتكم آلهة كلمة كذب، ولم قايلينها كده ما أنزل الله بها من سلطان، لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم أنها معبودة، ومعبودة يعني في منهج، منهج يعني يطيع ونصيب، قولوا لنا منهج الشمس إيه؟ مفيش. طب وإيه اللي عشاكم في الحكاية الآلهة دي؟ أنتوا أغبياء. طب خلي عبدي مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لبدر، هل يستويان؟ أنتم أغبياء. إذا الألوهية بلا منهج وبلا عبودية يبقى كلام كده.
أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب.